سكراب الالوفيرا للبشره منتج لا غنى عنه، واللي النهارده ان شاء الله هنشرح طريقه عمله. وقبل ما نبدا حابه اقول لكم اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وتركيبه جديده من تركيبات كورس صناعه مستحضرات التجميل المجاني. وفيديو النهارده ان شاء الله زي ما قلت لكم هنشرح طريقه عمل سكراب البشره بالالوفيرا. في فيديو النهارده هنتعرف على فوائد سكراب الالوفيرا، التركيبه بالنسب والتركيبه بالجرامات، وايضا سؤال الحلقه. في البداية، ما هي فوائد سكراب الألوفيرا للبشرة؟ طبعا بيعمل على إزالة الجلد الميت وتحفيز الدورة الدموية، مما يساعد على تجديد خلايا البشرة وشد الجلد وإكساب البشرة نضارة. كمان ده كله بيساعد على تحسين امتصاص روتين العناية بالبشرة. أولا، ما هي تركيبة سكراب الألوفيرا للبشرة بالنسب؟ في البداية هنحتاج إلى 35% من الجليسرين، 10% من صوديوم كوكايل أيزوسيانات أو SCI، 16% من جل الألوفيرا، 6% من الكوكو جلوكوزايد، 7% من زبدة الشيا منزوعة الرائحة، 4% من شمع النحل. كمان هنحتاج إلى 18% من زيت الألوفيرا، 3% من الجوجوبا بيتس، 0.5% من المادة الحافظة، و0.5% من زيت أساسي شجرة الشاي. لو عايزين تعرفوا أكتر عن المقشرات اللي بنستخدمها في سكراب البشرة وكمان معلومات عن المواد الفعالة، ما تنسوش ترجعوا إلى كورس أساسيات تصنيع مستحضرات التجميل المجاني اللي هتجدوا اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. تركيب سكراب الألوفيرا للبشرة بالجرامات، هنحتاج إلى 35 جرام من الجليسرين، 10 جرام من SCI، 16 جرام من جل الألوفيرا، 6 جرام من الكوكو جلوكوزايد، 7 جرام من زبدة الشيا منزوعة الرائحة، 4 جرام من شمع النحل، 18 جرام من زيت الألوفيرا، 3 جرام من الجوجوبا بيتس، 0.5 جرام من المادة الحافظة، 0.5 جرام من زيت أساسي شجرة الشاي. خطوات التصنيع: في البداية هنغسل ونجفف ونعقم كل الأدوات المستخدمة وعبوات التعبئة وكمان السطح اللي احنا هنصنع عليه. هنلبس كمامة وجوانتي، وما ننساش نغطي شعرنا، وما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس لو عايزين نتعلم أكتر عن صناعة مستحضرات التجميل. هنجيب بيكر يكون جاف ونظيف ومعقم، هنحط فيه زيت الألوفيرا وشمع النحل ونغطي البيكر. هنجيب بيكر تاني هنحط فيه الجليسرين ونضيف عليه SCI ونقلب كويس جدا. هنضع البيكرين على حمام مائي أولا عشان طبعا يدوب شمع النحل، وكمان عشان يدوب SCI في الجليسرين ويتجانس معاه. هنقلب محتويات البيكر في SCI والجليسرين وهو على الحمام المائي. بعد ذوبان SCI في الجليسرين هنشيل البيكر وهنحطه على جنب، والبيكر التاني اللي هو فيه زيت الألوفيرا مع شمع النحل، مجرد ما يدوب شمع النحل هنشيل البيكر من على الحمام المائي ونضيف زبدة الشيا ونقلب كويس جدا لحد ما يدوب زبدة الشيا على حرارة محتويات البيكر. بعد كده البيكر اللي فيه الجليسرين SCI هنضيف ليه المكونات بتاعته جل الألوفيرا ونقلب كويس جدا. بعد كده هنقوم بصب محتويات البيكر اللي فيه الزيت الألوفيرا وزبدة الشيا على محتويات البيكر اللي فيه SCI والألوفيرا جل، ونخلط كويس جدا ونضعه جانبا لحد ما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض. بعد كده بنضيف الكوكو جلوكوزايد ونقلب كويس جدا. بنضيف بعد كده زيت أساسي شجرة الشاي وبنقلب كويس جدا. هنضيف المادة الحافظة ونقلب كويس جدا. هنضيف الجوجوبا بيتز ونقلب كويس جدا. تقدروا تلونوا المنتج لو انتم حابين، والخطوة دي اختيارية، لو مش حابين خلاص. قبل ما نعبي المنتج في العبوات بنقيس البي اتش وبنشوفها، لو البي اتش مظبوطة من 5 لـ 5.5 فكده تمام هنعبي المنتج، لو البي اتش مش مظبوط بنبدأ نعمل قاعدة للضبط للبي اتش. ولو عايزين تعرفوا ازاي هتجدوا المحاضرة في كورس ست التصنيع، اللينك بتاعه تحت في اسفل الفيديو. بعد ضبط البي اتش كده المقشر بتاعنا جاهز للتعبئة، هنعبيه في العبوات بتاعتنا وما ننساش نضيف الاستيكر. دلوقتي معايا سؤال الحلقة، ايه هو البي اتش الخاص بمقشر الالوفيرا للبشرة؟ وفي نهاية الحلقة حابة اشكركم جميعا على تعليقاتكم ودعمكم المستمر ليا، وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو عايزين تتعلموا اكتر عن مستحضرات التجميل. دمتم بخير حال والسلام عليكم.